السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم عن حقيقة لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة تسمى سر الوجود، وتسمى مفتاح الجنة، وتسمى أصل التوحيد. إنها مفتاح النجاح ومفتاح الفلاح ومفتاح الفوز في الدنيا والآخرة. كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة منذ الأزل وملائكة الرحمن يرددونها في السماوات العلى، وكلما بعث الله تعالى نبيا أو رسولا أو كلف وليا إلا وأخبره بأن يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث أول ما نادى به أن قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم كلما وقف في مشعر من مشاعر الحرام أو في أي مكان مبارك إلا ويقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ معناها أنه ليس هناك معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الطيبة فيها نفي وفيها إثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله. هذه الكلمة من قالها كتب من أهل النجاة وكتب من أهل الفوز، ومعناها أنك لا تحب إلا الله، ولا معبود إلا الله، ولا محبوب إلا الله، ولا متوكل عليه إلا الله، ولا نخشى إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا عظيم إلا الله. معناها أن كل شيء يراه المؤمن منسوب إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الكلمة الطيبة رددها القرآن الكريم مرارا وتكرارا بين دفتيه، وسماها رب العزة بأسماء متعددة. سماها كلمة التقوى، وذلك في قوله سبحانه وألزمهم كلمة التقوى وهم أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى يعني أنها تقيقة من الشرك، فهي براءة من الشرك. مجرد أن تقول لا إله إلا الله صرت مبرأ من الكفر والجحود والشرك، فسماها كلمة التقوى. وسماها القرآن الكريم أيضا بالقول الثابت، القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن عند البعث وعند النشور إذا قال لا إله إلا الله كتبت له الجنة وختم له بالحسنى، ولا أحد يستطيع أن يضمن لنفسه أن يقول هذه الكلمة. لكي يضمنها عليه أن يكررها كثيرا ومرارا قيد حياته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وسماها القرآن الكريم العروة الوثقى، العروة الوثقى أي القوية الشديدة. فقال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وسماها القرآن الكريم بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة الحلوة المحبوبة عند الله.
مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، أصلها ثابت يعني في قلب المؤمن، في صدر المؤمن، وفرعها في السماء يعني أن العمل الصالح يتفرع عنها في كل تصرفات المؤمن وسلوكه وأعماله. هذه الكلمة أيضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها كثيرا، خصوصا لما تحدث عن شعب الإيمان وهي كثيرة، فقال إن الإيمان 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكلمة لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، وهي أفضل الذكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الذكر بعد القرآن هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة عظيمة، كلمة جليلة، كلمة يحبها الرحمن سبحانه وتعالى. يروى أن سيدنا موسى عليه السلام الكليم كان يتكلم مع الله مباشرة، فقال له يا رب دلني على كلمة أو ذكر أو دعاء أدعوك به، فقال لا إله إلا الله. فقال سيدنا موسى يا رب هذه الكلمة كل الناس يقولونها، فقال له قل لا إله إلا الله، فقال موسى لا إله إلا أنت. ثم قال يا رب إنما أريد ذكرا أو دعاء تخصني به دون الناس، فقال الله تعالى يا موسى لو وضعنا السماوات 7 والأراضين 7 في كفة وكلمة لا إله إلا الله في كفة لعلت كلمة لا إله إلا الله، فقل لا إله إلا الله. فطأطأ سيدنا موسى عليه السلام رأسه وقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة المباركة هي تنجي من الكروب والهموم. من كان عنده كرب وكان عنده هم مجرد أن يرددها ربنا يفتح له الأبواب، لأنها إذا ذكرها العبد المؤمن فإنها تتصاعد إلى السماء وتخترق الحجب حتى تصل إلى الرحمن، ويقول ربي سبحانه وعزتي وجلالي لأنصرن قائلها ولو بعد حين. كان نبي الله يونس عليه السلام لما وقع في الخطأ ورمي في البحر والتقمه الحوت وكان على شفا الهلاك، من الذي أنجاه؟ أنجته كلمة لا إله إلا الله. كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله تعالى من بطن الحوت ورماه في البر وأنبت عليه شجرة من يقطين وكان من الناجين. هذه الكلمة الطيبة إذا رددها العبد المؤمن فإنه يفوز فوزا عظيما، أنها ربنا يمحو به الخطايا، كل الخطايا والذنوب التي فعلها العبد المؤمن تمحى بهذه الكلمة. ثم يعطيه الله تعالى درجات في العلو في الإيمان، ثم يعطيه من الحسنات ما الله به عليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع صحابته ويدلهم على كنوز الجنة وكنوز السنة، فكان مما قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم هداك، ولا يكون أحد أفضل منه إلا من قال أكثر منه. ففضلها عظيم ورزقها كثير، فكان الصحابة يتنافسون في قول هذه الكلمة، حتى إن بعض الصحابة قال يا رسول الله إني كلما ذهبت إلى السوق أبيع وأشتري إلا وأغبا وتضيع أرزاقي وأرجع خاسرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على شيء إذا دخلت إلى السوق كنت من الرابحين؟ قال بلى يا رسول الله،
قال إذا ولجت قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فإن الله تعالى سيفتح لك باب الرزق داخل السوق، وينجيك من الغبن، وينجيك من كل من يخون الأمانة أو يطفف في الميزان أو يسرق لك مالك. حماية وحرز، كلمة لا إله إلا الله حماية من شر الخلق، سواء كانوا إنسا أو كان جنا. هذه الكلمة الطيبة إذا رددها العبد المؤمن كان من أهل الجنة، وبشارة له بالجنة ما في شك. من قال لا إله إلا الله هو من أهل الجنة بإذن الله الواحد الأحد. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة، وبشرهم النبي الكريم ببعض البشارات، فقال: من قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات، دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقال مرة ثالثة أبو ذر: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى، رغم أنف أبي ذر. فطأطأ أبو ذر رأسه. فلما كان يروي هذا الحديث على عموم الناس كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة، وإن سرق وإن زنى، رغم أنف أبي ذر. فهذه بشارة عظيمة للمؤمنين والمؤمنات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يبشر بالخير بشر بكلمة لا إله إلا الله. مما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي الكريم جلس مع الصحابة وقال لهم: أبشروا وبشروا، أبشروا وبشروا، روحوا إلى الناس وقولوا لهم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرم الله عليه النار. فاستبشر الصحابة وخرجوا إلى الطرقات وإلى الأسواق والأماكن العامة يبشرون الناس: أيها الناس، من قال لا إله إلا الله صادقا أدخله الله الجنة وحرم عليه النار. فالناس يستبشرون ويعانق بعضهم بعضا. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب في الطريق فسمعهم يقولون هذا الكلام فردهم جميعا: اسكتوا جميعا، لا تقولوا هذا الكلام. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نهاكم؟ قالوا: إنه عمر بن الخطاب. فجاء النبي الكريم إلى سيدنا عمر قال: لما فعلت ذلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، مخافة أن يتكل الناس، مخافة أن يتكل الناس. هناك بعض مرضى النفوس إذا سمعوا هذا الكلام سيتكلون وسوف يقومون بذنوب وخطايا ولن يستقيموا على الطريقة. فقال: صدقت يا عمر. ومرة أخرى التقى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بسيدنا معاذ ابن جبل، وكان يحبه، كان شاب لطيف وكان يجتهد في العبادة. فقال: تعالى أبشرك يا معاذ. وقاله كثير من المبشرات، من بينها قال: يا معاذ، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة وحرم الله عليه النار. فقال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس؟ قال: يا معاذ، لا تخبرهم. قال: لما يا رسول الله؟ قال: مخافة أن يتكلوا. فكتمها سيدنا معاذ. وحينما عاش طويل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شابا، وبعد أن قبض النبي الكريم عاش خلفه معاذ سنين طويلة ولم يحدث بهذا الحديث، ظل طيق الكتمان إلى أن جاءت الوفاة. فجمع الناس وقال: أيها الناس، اسمعوا وعوا، لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا معاذ، يا ابن جبل، من قال لا إله إلا الله أدخله الله الجنة وحرم عليه النار. فقلت: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس؟ قال: لا يا معاذ،
مخافة أن يتكلوا، فصمت ولم أخبر بها أحد. فتعجب بعض الحاضرين وقالوا له: يا معاذ، ولماذا الآن تخبر بها؟ قال: أخبرت بها مخافة كتمان العلم، مخافة كتمان العلم، لأن ربنا عز وجل توعد بالعقاب للذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. فقالوا له: يا معاذ، أعد علينا الحديث. فلما أعاده مرارا وكان مريض وكان في سكرة الموت، قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وفاضت روحه الطاهرة. مات وهو يحدث بدا الحديث، كان آخر كلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ففاضت روحه الطاهرة وانتقل إلى الرفيق الأعلى. إنها بشارات عظيمة لهذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي خير الكلام ممكن أن يقولها العبد المؤمن. إذا مات العبد المؤمن فإنه في قبره يكون مؤمنا، وفي نشره يكون محفوظا. هذا ما بشر به النبي الكريم، قال: أهل لا إله إلا الله مؤمنين في قبورهم وفي منشرهم. وكأني أرى أهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم، ينفضون على رؤوسهم التراب، يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. كيف يقول هذه الكلمات؟ يقولونها بفضل كلمة لا إله إلا الله، بشارة عظيمة لمن يقولها. هذه الكلمة الطيبة يخبر النبي الكريم عن مشاهد مروعة في البعث والنشور. رجل كان في الدنيا من المفسدين، رجل كان في الدنيا من المفرطين، فجاء في الحديث يصاح برجل على رؤوس الخلائق ويقال له: اقرأ كتابك. فيؤتى ب99 سجلا، كل سجل على مد البصر، مكتوب فيها سيئاته ومكتوب فيها تفريطه. فقال له ربنا عز وجل: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلما قرأ سجلاته فوجئ بأن كل ما فعله في الدنيا مكتوب، وكأنه كاميرا تسجل الصوت والصورة. فقال: يا ويلتي، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجد كل ما عمل حاضرا. فربنا عز وجل يخاطبه، وهذه محكمة، محكمة في الآخرة. قال له الله تعالى: هل تدافع عن نفسك؟ قال: هل هذا الكلام منسوب إليك؟ قال: أي نعم يا رب، منسوب إليه وأنا فعلته. فقال الله سبحانه وتعالى: هل ظلمتك الكتبة الحافظون؟ هل ظلموك؟ هل زادوا عليك؟ هل تقولوا عليك؟ قال: لا يا رب، ما تقولوا علي وما زادوا، كل الأفعال المنسوبة إلي صديقة وحقيقة. فقال الله تعالى: هل لك عذر؟ هل لك عذر مما فعلت؟ ما عنده عذر، سرق بدون عذر، زنى بغير عذر، شرب الخمر بغير عذر، ظلم الناس بغير عذر. قال: ما عندي عذر، كل ما فعلته حقيقة، وجميع المكتوب المنسوب إلي هو لي. فيقول الله تعالى له: هل عندك حسنة؟ عندك 99 سجل كلها مليئة بالسيئات، هل عندك حسنة؟ تكلم. فيقول: يا رب، ليس لي حسنات. فيقول الله تعالى: لا ظلم اليوم، نعم عندك حسنات. فقال: يا رب، ما أدري عندي حسنات، كل ما عندي ذنوب وخطايا. فيقول الله تعالى: بلى، عندك لدينا حسنات. فتأتي بطاقة صغيرة، بطاقة، فيقول: لك في هذه البطاقة حسنة سجلتها في الدنيا. فيقول: يا رب، وحتى لو كانت هذه البطاقة تحمل حسنة، ماذا تأتي أمام هذه 99 سجل مليء بالذنوب والخطايا؟ فيؤتى بالميزان فتوضع في الكفة 99 سجلا ويؤتى بالبطاقة، فإذا مكتوب عليها لا إله إلا الله. والرجل لازال متعجب يقول: يا رب،
أن لهذه البطاقة الصغيرة أن تغلب هذه السجلات. فيقول الله سبحانه وتعالى إنها فيها كلمة لا إله إلا الله، وإن كلمة لا إله إلا الله تعلو ولا يعلى معها شيء. فوضعت لا إله إلا الله في كفة وطاشت السجلات من الكفة الأخرى فدخل الجنة. هذه بشارة لمن قال لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة، الكلمة الصادقة. لكن العلماء والفقهاء حتى لا يتكل الناس وحتى لا يتجرأ عن المحرمات قالوا بأن كلمة لا إله إلا الله لتقوم بمفعولها لها شروط. الشرط الأول وهي أن تتيقن بأن فعلا أنه لا إله إلا الله، اليقين. لابد أن يكون عندك يقين قلبي لا يساوره شك ولا ريب. فربنا عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يرتابوا، ما في ريب، ما في شك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. يكون عندك يقين بكلمة لا إله إلا الله، ويحذر أن يكون عندك شك في قلبك. الأمر الثاني وهو أن تعلم مدلول ومقتضيات لا إله إلا الله. فربنا عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. لابد من العلم وتعرف مقتضيات هذه الكلمة، ثم من مقتضياتها وشروطها أنك تنقاد وتستسلم لأمر الله. فلابد من الإنقياد والاستسلام لأمر الله، فيخضع العبد المؤمن ولا يرتاب. فإذا فعل ذلك صار عنده طابع كلمة لا إله إلا الله. كيف نشتغل بهذه الكلمة؟ نشتغل بها أيها الأحباب الكرام بأن نقولها في كل وقت وفي كل حين. نقولها على الأقل 100 مرة كل يوم في الصباح الباكر. نقول هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نقولها 100 مرة في دقائق معدودات. صرت من أهل الله وصرت من خاصته. وكان بعض أهل العلم وبعض أهل الصلاح يقولون أكثر من ذكرها حتى تصطبغ بها نفسك ويصطبغ بها قلبك وتصطبغ بها جوارحك، حتى تكون جالسا من غير أن تدري وتخرج من فمك لا إله إلا الله. حتى إن هناك بعض العارفين بالله طريقة من الطرق تسمى النقشبندية، على ما فيها من خلل وعلى ما فيها من نقص. كانوا يربون أتباعهم بأن تقول لا إله إلا الله صامتا حتى تنقش في صدرك، سموها النقشبندية، تنقش داخل الصدر أنك تقول لا إله إلا الله صامتا في قلبك حتى تنقش. وسبحان الله، من كان يقول لا إله إلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله تعالى وعد بأن من قالها يعطيه في الدنيا العز. كل من كان يعاني من الضعف ويعاني بأنه محقور وأنه دائما يعنف وأراد العزة وأراد الكرامة، ما السبيل إلى ذلك؟ قل لا إله إلا الله، سيعطيك الله العزة ويعطيك الله الجلال. من كان فقير ويحتاج إلى المال فقل لا إله إلا الله، يفتح بها الله خزائن رزقه وخزائن عطائه وكرمه. من كان يشعر بأنه يريد أن ينجح ويفلح في أي مشروع، إما دراسة أو اقتصاد أو تجارة أو فلاحة أو عمل جمعوي أو غير ذلك، فليقل لا إله إلا الله، يعطيك الله القبول بين الخلق أجمعين. ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرم عليه النار. فلنقل جميعا أيها الأحباب الكرام لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.